السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. في هذه الحلقة معي في الفقرة الأولى ضيوفي الكرام الكابتن محمد سمر المشرف العام على قطاع الناشئين والفريق الأول بنادي حدائق حلوان. أهلا وسهلا كابتن محمد. اتشرفنا بحضرتك وسعداء بوجودنا معاك. منورنا كابتن محمد. ومعايا طبعا النجم الكبير الكابتن السيد ابراهيم، طبعا المدير الفني السابق لمنتخب جيبوتي وطبعا لاعب نادي الزمالك السابق. اهلا وسهلا كابتن سيد. كابتن احمد منورنا كوتش. الله يبارك فيك نور نورك. طبعا في البدايه عايز اتكلم عن مواضيع كثيره من ضمنها طبعا الاستثمار الرياضي ما له وما عليه. طبعا معانا ناس كباتن الكفاء من لهم باع طويل في هذا المجال، وطبعا يعني عايز اتكلم بكل شفافيه وكل وضوح عن الحال الذي موجود حاليا على الساحه الرياضيه، وبالاخص ما يسمى الاستثمار الرياضي من سلبياته وايجابياته. كابتن محمد، بالنسبه لموضوع الاستثمار الرياضي والدنيا فتحت خالص مفيش حد قادر يلمها، الوضع ايه بقى؟ بص حضرتك، هو الاستثمار الرياضي دلوقتي اصبح بامر واقع، يعني خلاص بيفرض نفسه على الساحه الرياضيه. تمام. يعني شئنا ام ابينا خلاص هو بقى موجود، حتى لدرجه ان بقت الانديه الكبيره نفسها بتاعت الدوري الممتاز، يعني الاول كان بيقتصر على انديه الدرجه الرابعه والدرجه الثالثه. تمام. دلوقتي بدات الانديه الكبيره نفسها بتلغي الفئه الزوجيه وبتبيع الاستثمار المقاولين الرياضي، العرب، المقاولين والانتاج الحربي الانتاج وناس كتير، الداخليه ولسه في ناس جايه في الطريق لسه، برضو يعني في انديه في ناس تانية. لسه جايه في الطريق برضو، فخلاص هو بقى امر واقع. تمام. بس احنا بنقول بقى ان الاستثمار الرياضي ده ممكن يفيد اللاعب في حاجات برضه. ليه؟ اللاعب اللي مثلا هو 70% 60% وما قدرش يلاقي فرصته في الانديه انديه الدوري الممتاز، تمام، اللي هي مش استثمار، بيبدا بيخش في، بس طبعا لازم ينقي الاول رايح، يعني يبقى عارف هو رايح عند مين. تمام. يعني صح. مش كل اي حد لابس شورت وفانلة وماسك صفاره يقول انا مدرب والناس تروح عنده ويعمل اكاديميه، لا، لازم يبقى عارف هو رايح عند مين وسائل عن الناس دي كويس. ما كابتن برضو في نقطة، يعني بيطلع على السوشيال ميديا يصور نفسه في ملاعب جيدة، متصور مع الخطيب، متصور مش عارف مع مين، ويقول لك أنا المدرب فلان، للأسف الشديد برضو يعمل لك إعلانات ممولة. تمام. عشان يستقطب أكثر عدد من اللاعبين. لا، ما هو العيب لازم اللاعب يبقى عنده وعي. المجال طبعا لازم يبقى فيه وعي طبعا من أول، من أولي الأمر الأول قبل اللاعب، وإن هو تمام. يبقى عارف إن ابنه أصلا عنده استعداد تمام. لممارسة كرة القدم، ما يبقاش أي، لأن إحنا شفنا في الاستثمار دي حاجات غريبة، تلاقي لعيب تخين جاي عايز يلعب، وتلاقي حاجات غريبة جدا بتواجهك يعني في الطريق. كابتن سيد، طبعا عايز قبل أتكلم عن هذا الموضوع أتكلم طبعا عن تجربتك مع منتخب جيبوتي طبعا، ونتائج جيدة حققتها في مع منتخب جيبوتي. شوف، بداية الكورة في أفريقيا بتنقسم لثلاث أقسام. تمام. شمال أفريقيا ووسط أفريقيا بما له وما عليه طبعا. تمام. وجنوب أفريقيا وما له وما عليه. تمام. شمال أفريقيا طبعا كل دول شمال أفريقيا تعتبر كلاس إيه. تمام. معاهم كمان كاميرون، معاهم نيجيريا، معاهم سنغال. اما بعد كده جنوب افريقيا بس لوحدها في الجنوب، وبعد كده بتلاقي دول تانية، دول نامية. تمام. لكن هي مشكلتهم عندهم ميزة وعندهم عيب. طب معلش هقطع حديثة بس قبل المميزات والعيوب. معايا في المكالمة هاتفية نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الكابتن يوسف طاير المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزرع الرياضي. أهلا وسهلا كابتن يوسف. أهلا بيك كابتن أحمد، وحشني وضيوفك الكرام. الله يخليك، أخبارك يا كابتن عامل إيه؟ معانا الكابتن محمد سمار والكابتن سيد إبراهيم. طبعا ضابط المعروف وأنا متابع طبعا، وربنا يوفقهم في مشوارهم إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن يوسف، ما هو الجديد لقطاع كرة القدم بنادي الزرع الرياضي؟ بدأت بالفعل يعني التدريبات في إن شاء القاهرة؟ الله احنا تم الاستعداد، وطبعا اتفضل. لسه طبعا شوية كده إن شاء الله، يعني أنا زهقت لما رحت وشفت الملعب وكده، وحاجة ما شاء الله يا كابتن أحمد، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع، يعني المنظومة كاملة. تمام. ولحضرتك رب أتمنى لك التوفيق
يعني. هنعرض الصور بتاعت الملعب طبعا، وطبعا اللاعب او الحارس المنتخب الشباب وحارس نجم نادي الزمالك مواليد 99، طبعا في مفاوضات مكثفه طبعا. الحارس احمد ادرى كابتن نجم ابن مدينه الاسكندريه نجم نادي الزمالك. مظبوط، تمام تمام. اتمنى لك التوفيق يا كابتن من الحراس الجيده، وان شاء الله يعني ليه مستقبل باهر كده، وربنا يوفقه ويكرمه باذن الله. ان شاء الله كابتن يوسف. مفيش اي اخبار جديده كابتن يوسف؟ والله يا كابتن احمد يعني احنا مستنيين من حضرتك، يعني بنتعلم منك، ولكن يعني ان شاء الله معنا مستعدين سواء في الزرقاء وبالنسبه لحضرتك في اسكندريه في المصنع الحربي. احنا ان شاء الله يعني على اوبة الاستعداد، يعني منتظرين قرارات او اوامر اتحاد الكوره ان شاء الله كابتن. ان شاء الله هنقدم موسم جيد، ان شاء الله نبقى عند حسن ظن الناس كلها جميعا ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن يوسف طاهر نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر القومي والمشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزرق، احد اندية الممتاز به لمجموعة القاهرة. بمناسبة اتحاد الكورة بس اتفضل، بمناسبة هناخد بس من اطراف حديث الكابتن يوسف. اتفضل كابتن سعيد. اتحاد الكورة عندنا لجنة خماسية تقريبا ما تعرفش ان في دوريات تانية غير الممتاز، يعني يعني النهاردة في فرق درجة رابعة بعتوا لهم لانديتهم اللي هي فاضل لها ماتش وماتشين، بعتوا قالوا لهم ابداوا استعدوا عشان هتلعبوا الماتشات. طب الفرق اللي هي خلصت ماتشاتها قلت لها هتصعد ولا لا؟ قلت لها هتلعب ترقي ولا لا؟ الدرجه الثالثه قلت لهم هتصعدوا ولا لا؟ هتهبطوا ولا لا؟ في ترقي ولا ما فيش؟ الدرجه الاولى انا بلعب بلا هدفيه ومش عارف انا بلعب ليه. لا وهدفي ايه؟ لا الهدف هو اللي كان اتفضل الهدف ان في عندي ان الدوري الممتاز يبدا وينتهي باي مشاكل وباي شكل. ايوه مش عندنا احنا بنقوله السياسه بقى ايه، بحيث ان احنا عايزين نوري الشكل الجمالي، ولكن مش على حساب ايه الشكل الجمالي في ان انا كل مباراه ثلاث لعيبه بيتصابوا اصابات عضليه. ايه الشكل الجمالي في الضغط اللي انت عامله عليهم ده؟ طب احنا برضه عايزين نتكلم كابتن سيد معلش فيها ايه لو تم الغاء هذا الموسم برافو بالكامل وبدانا سيزون جديد؟ هو ده اللي كان هيحصل. عارف مين كله كان بيقول كده؟ النهارده الاهلي قعد هو والانديه بتاعت المغرب اقروا ان احنا ناجل الدور نصف النهائي في بطوله افريقيا للانديه. الزمالك الوحيد اللي كان عاوز يلعب. طب هم عملوا كده ليه؟ الاهلي مضغوط وعنده اصابات وعنده ضغط كل ثلاث ايام مباراه. تمام. فانت فدتني في ايه؟ انت فدت الاهلي في ايه والزمالك في ايه؟ في بطوله قاريه جايه لمصر. تمام. طيب انت النهارده لما بتلعب الدوري ده انت استفدت ايه؟ انديه معهاش فلوس مش قادره تصرف. مدربين بتيجي اربع ايام وتمشي تروح انديه ثانيه. لعيبه بتتصاب. طب انت لما هتيجي تجمع منتخب مصر لحسام البدري في اول الموسم في اول السنه الجديده اللي هي 21 هتجمع مين وانت هيبقى عندك عبد الشافي مصاب وفلان مصاب وفلان مصاب؟ انت استفدت ايه؟ طب ليه ما تستناش؟ كنا اشتغلنا في نص 8 بدانا دوري جديد في نص 8 وعملنا الدوري بدايته كذا، عملنا بلان كامل بدايه الدوري يوم كذا نهايه الدوري يوم كذا نلعب كل خمس طب ايام. سيبنا من الدوري المصري. طيب. احنا عايزين نتكلموا عن منتخب جيبوتي. طيب. هل صادفت ان انت قابلت منتخب مصر؟ لا. لا. طب اهم النتائج اللي تم تحقيقها، انت قعدت كام سنه في انا قعدت هناك موسمين ونص، كان فيهم نص موسم للمنتخب وموسمين لدوري. تمام. جيبوتي. تمام. اللي هو كان متصدر او محتل كان متصدر الدوري دوري وكاس سوبر. تمام. بعدها كان المنتخب كان في طبعا ارتباطات دوليه، بس هو انا للاسف لما مشيت انا مشيت وكان المفروض ارجع تاني. تمام. بس كنت على وعد هنا بنادي هنا ان انا كنت هشتغل. تمام. كنت همسك النادي هنا. تمام. ممتاز يعني. تمام. وبعدين طب التجربه كانت جيده وكان طبعًا. بالفعل وكان طبعًا. الناس بيحترموا الناس بيحترموا المدرب المصري جدا. تمام. جدا. ليه وضعه ومكانته طبعا بره؟ طبعا 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 غير هنا خالص. احترم مدرب مصر جدا، اقامه وسكن ومعيشه وبرستيج. احنا داخلين على 3 مليون مدرب يعني قريبا في نهايه موسم 22 هيكون عددنا 6 مليون مدرب. لا ده كمان كل الاكاديميات اكتر من كده. اكاديميات واستثمار بقى طلعوا مدربين ايه؟ والله لسه بقول لحضرتك مهنه الملوش مهنه. احنا شفنا كابتن محمد بالنسبه برضو زي يعني سلبيات الاستثمار وايجابيات الاستثمار. طبعا اول نقطه قلنا طبعا المدرب غير مؤهل
احنا بنتكلم برضو في الايجابيات ان ممكن بيبقى في لعيب موهوب فعلا بس فعلا يعني جو الاختبارات في الانديه بيبقى صعب شويه. فاللعيب من خلال مشاركته في مع فرقه استثمار بيبدا يظهر نفسه ان هو بيعتبر باترينا بالنسبه له. تمام. لو هو لعيب كويس يعني تعتبر باترينا بالنسبه له فبيقدر يظهر نفسه وممكن يعني ربنا يكرمه بتلعب الاهلي وبيمارس الرياضه برضو. الواد ما بيخسرش حاجه. الواد بيمارس الرياضه وفي نفس الوقت معلش بيمارس الرياضه وبيلعب دوريات. تمام. عسى وعلى يمكن ربنا يكرمه لو هو موهوب. انما طبعا السلبيات برضو موجوده مش هنقول ما فيش سلبيات. بس السلبيات الاساسيه على ولي الامر اللي انت لازم تبص انت رايح لمين. برافو عليك. وهلعب مع مين ومين بيمرني. مش اي حد مثل المتابعه. ما بقاش الموضوع وخلاص. بس في نقطه مهمه برضو عايزين نتكلم فيها بالنسبه للسياسه بتاعت قطاعات الناشئين في مصر. قصه يعني احنا 100 مليون مواطن او تعدينا ال 100 مليون. تعدينا ال 100 مليون دلوقتي. اما نتكلم بقى في دمج فرق وتقليل عدد قوائم ما الامكانيات بس الموارد الناس دي كلها هتروح فين؟ ما النادي ما عندوش مورد. الناس دي كلها هتروح فين؟ عامل انا ايه طيب؟ لا ما هو النادي انا من خلال متابعتي لقطاعات الناشئين في انديه الدوري الممتاز برضو. تمام. الانديه ما بتصرفش بالناس متخيلاه. لان احنا احتكينا بانديه كبيره يعني مش عايزين نقول اسامي انديه بس انديه قمه يعني. لا اللعيب بياخد له 200 جنيه في الشهر و150 جنيه في الشهر يعني ما بتصرفش عليهم المصاريف. تمام. مش هنقول كمان ان هم بياخدوا في نهايه الماتشات اخر السنه من اللعيبه. تمام. فانت ما بتصرفش قوي عشان تدمج وتلغي يعني. تمام. كابتن سيد برضو يعني عايزين نتكلم عن برضو بعض المميزات الموجوده في الاستثمار الرياضي. كابتن محمد اشار اروح لشخص معروف في هذا الوسط او في هذا المجال. ادي نقطه. النقطه الثانيه يعني معلش ابعد كل البعد عن ان هم الدخلاء يعني طبعا. دلوقتي هي بقت مهنه للي ما عندوش مهنه خالص. مهنه من لم مهنه. بص يا كابتن اتفضل. في البدايه في عامل كبير على ولي الامر. انا مش كل واحد جاب 10 كور اجر ملعب عمل اكاديميه وراح اتصور في نادي الاهلي ونادي الزمالك مع اي حد بقى مدرب. تمام. انا ولي امر لازم احدد هدفي. تمام. ابني رايح يمارس رياضه ولا رايح يبقى محمد صلاح ولا رايح عشان خاطر يلعب كوره ويبقى محترف ويجيب فلوس حتى لو محترف في مصر. تمام. يبقى انا لازم الاول كولي امر احدد هدفي انا عاوز ايه. ابني يمارس رياضه بس يبقى خلاص انا بودي ابني وهو ما بيعرفش يلعب. هو بقى مقتنع. خلاص يلعب ابني. ما تضغطش على الناس بقى. تمام. ابني ما بيعرفش يلعب بس انا موديه بدل ما يقعد بره على القهوه بدل ما يحتك باصحاب مش كويسين. فبيمارس رياضه وبيطلع له كارنيه وكده بيدفعه. تمام. ابني بقى لعيب كويس يبقى انا لازم اروح كل شهر على الاقل. على الاقل. انا بحدد مستوى ابني النهارده. تمام. وبعد شهر بروح ابص عليه لو زاد مهاره واحده بس خلاص شكرا انا سايبه. لكن لو بعد شهر لقيته زي ما هو يبقى انا ما اسيبوش مع الراجل ده. اسيبه مع الراجل ده ليه؟ بس احنا برضو يعني عايزين نتكلموا ان البراعم في مراحل التعلم اللي انا اصبر كويس. على الواد بالاخص في مرحله الايه لان وارد ان الواد مستواه يتطور للافضل وللاحسن ومستواه يزيد بطريقه ملحوظه بعد موسم او موسمين لان هو لسه في مراحل التعلم. ما هو انا في كلامي يا كابتن قلت ايه؟ انا في كلامي قلت ايه؟ اصل انا دارس. انا في كلامي قلت إيه؟ لو زاد مهاره واحده. تمام. يعني هل البرون لو قاعد مع حضرتك شهر يشتغل تعليم مش تمام. هيزيد مهاره؟ اكيد هيزيد. مش كده ولا ايه؟ ما هي المهاره دي مش هي ان انا اخد الكوره وامسك الراجل واغزل. ده في سهله. المهاره دي اللي هي انا اسلم استلام اتحرك اسيب. دي مهاره برضه. ما دي مهاره. تمام. انا ابني ما كانش بيعرف. بعد شهر جيت لقيته عمل حاجه ما كانش بيعمل. كابتن ده في مدربين للاسف الشديد مش عارفه تفرق ما بين اوجه القدم اذا كان داخلي او خارجي او امامي. لا موجود ده بيقول لك ايه ده بنشوف العجب. والله يعني طب انت هتعلم الولد ازاي؟ طب انت غير مؤهل. هو نفسه ما لعبش. هو نفسه ما لعبش لان فقد الشيء لا يعطيه. هو نفسه ما لعبش. ما لعبش فمش عارف يعني ايه اوجه القدم. انا شفت مدربين يا كابتن بتشتغل. ده ممكن يشاور على وشه. انا شفت مدربين بتشتغل بدني. انا اسف في كلمه مدربين يعني ببراعم اشتغلوا بدني لبرعم اقل من 14 سنة. تمام. المفروض ان البرعم من 8 سنين ل 12 سنة بياخد حاجة اسمها سينس بول. تمام. احساس الكرة بس. تمام. ده وش رجلك وده بطن رجلك ده الخارجي ده الداخلي تلمس الكرة ازاي بس شكرا. تمام. بس يفضل يشتغل على دي. بره مفيش منافسات لغاية 14 سنة. تمام. مفيش دوري اصلا. فانا ما بدلوش بدني. في حاجة اسمها منشأ عضلة. وفي عضلة. وفي تكوين عضلة. تمام. انا بحرق للولد منشأ العضلة بتاعته اللي لسه هتطلع فيها العضلة. لذلك يا كابتن لو تاخد بالك في لعيبة بنشوفها في الناشئين مكسرة الدنيا كتير جدا ونقول دول هيطلعوا يكسروا الدنيا بمجرد ما بيجوا في السن اللي هو 19 سنة اللعيبة كلها تبقى شبه بعضها حرق ليه؟ اللي اشتغل معاه مش فاهم فحرق له منشأ العضلة اللي لسه هتخرج فيها العضلة. تمام. هو كان عافي على الولاد اللي في سنه فلما بدأوا هم
يتمرنوا كويس وعضلاتهم تنمو صح واحدة. هو بقى عضلته منشأ عضلته اتحرق تمام. ما بقاش عنده. فالعلم تمام. نور اكيد طبعا. كابتن محمد بالنسبه ل برضه ما زلنا في الاستثمار الرياضي بنسمعه شركات وهم بيقول لك السفر للخارج يعني في شركه في اسكندريه برضه هنتكلم بعد ما نجيبوا التقارير لان التقارير او اللي عاملين الروبوتات بالفيديو ومعترفين انهم سفروا بره وبتاع في قريه من قرى محافظه البحيره اكثر من 30 لاعب تلم منهم 50,000 جنيه لو عشان هيسافروا لبطوله دوليه في فرنسا. احنا طبعا فرنسا والكلام متوثق بفيديو عشان لما نيجي نعرض معانا الدليل في كورونا وفي الدنيا لا 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 مش ده كان الموسم اللي فات عشان نتكلم بحق ربنا كان الموسم المنقضي طبعا بقول لك ده جالهم رفض هجره غير شرعيه الفلوس اتصرفت على الفنادق هناك حجزات وبتاع ما هو حضرتك كانوا بيطلعوا فيزا سياحه وتذكره طيران بس الاولاد كانوا براعم فاحنا طبعا هنفتح هذا الموضوع ان شاء الله في حلقات طبعا هنروح نسجل ان شاء الله بالصوت وبالصوره هنروح نسجل في هذه القريه اكثر من 30 اسره محطمه دافعين مبالغ عاليه جدا وده اللي قلناه كابتن احمد ان برضه ولي الامر وانت ابنك لعب فين هنا في مصر عشان تروح تلعب في فرنسا في مثل كده بيقول لك طول ما الطماع موجود طالما انا طمعان انا شايف ان ابني ما يرتقيش لمستوى انه يلعب في اهلي وزمالك وانبي ومش عارف ايه اروح اسفره بره تمام ما ينفعش ما احنا لسه بنقول لازم الوعي الاحترافيه والوعي الوعي الانسان الفاهم والمؤمن انا يعني بحيي ولي الامر المؤمن بموهبه ابنه ولكن التريث في اتخاذ القرار واسال انا مودي فين يا كابتن مع احترامي مش عيبه اللي انا كولي امر جاي في نادي استثماري مفيش مشاكل ابني هيستفاد ولكن اعرف مش عارف هويته ايه بعد اذن حضرتك كارنيه النقابه هات البطاقه طب انت لو خدت من البطاقه هتلاقي المهنه فني وانت مرنت فين عارف دوكو فني ميكانيكي اشتغلت فين بايع خردوات انا اسف طبعا لهذه المهن الشريفه ولا قمه التقدير والاحترام ولكن احنا بنتكلم احنا في مجال ما ينفعش ان الدخلاء يخشوا عليه بهذه حاجه تعليم ولي الامر لو ما عندوش باك جراوند من المدرب اللي رايح له يبقى هو يستحمل طبعا في ختام هذه الفقرة الأولى بحب طبعا بشكر ضيوفي الكرام الكابتن محمد سمارة شكرا جزيلا شرفنا بوجودنا معاكم وسعداء بوجودنا نورتونا بس صديق الوقت البرنامج وإن شاء الله تتكرر بإذن الله وطبعا نجم منتخب جيبوتي السابق الكابتن السيد إبراهيم شكرا جزيلا كابتن سعيد شكرا كابتن وسعيد إن كنت معنا إحنا سعداء بجد يعني طبعا هنطلع لفاصل سريعا ونعود ومعي لاعبين جيدين مميزين موهوبين اللاعب احمد حبيشي مواليد 99 لاعب نادي الزرقاء ومعه اللاعب احمد عبده صابر ايضا حارس مرمى مواليد 99